مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. بعد التحية أستاذ عماد، كانت منذ قليل هناك كلمة لممثلة دولة غانا وتحدثت فيها عن ما عانت من أخطار المناخ وتغير المناخي بلادها، طبعا الكثير من الأضرار. إلى أي مدى من الممكن أن نرى الحلول التي تمت مناقشتها بالأمس على مدار جلسات الأمس في COP27، هذه الحلول منفذة ومحققة على أرض الواقع حتى تستطيع الدول النامية تخطي الأزمات التي تعاني منها كثيرا طبعا من جراء أزمة التغير المناخي؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. عايزين نفرق بين مفهومين مهمين. المفهوم الأول وهو التنظيم داخل المؤتمر، هو إنجاز كبير لمصر ولشعب مصر وللحكومة المصرية وللدولة المصرية بأكملها أنها نجحت في هذا التنظيم المبهر الذي حاز على إعجاب الكثيرين بل واندهاش كثيرين ايضا. ماشي، هذه نقطه مهمه. مصر تملك انها نفذت نظمت مؤتمر على اعلى مستوى، لكن المفهوم الثاني ان نتيجه المؤتمر ليست خاصه بمصر فقط، بل هي حصيله تفاهمات دول العالم المختلفه والكتل المختلفه بين الشمال والجنوب، بين اوروبا والولايات المتحده من جهه والعالم النامي من جهه. وهناك مشكلة عميقة في كل مؤتمرات المناخ منذ عرف العالم هذه المؤتمرات، خصوصا منذ قمة ريو دي جانيرو ثم قمة باريس سنة 2015 وأخيرا COP27 اللي هو عندنا، وهي اسمها مشكلة التمويل. هناك اتفاق أن الكبار هم الذين لوثوا الكوكب والمسؤولين عن تلوث الكوكب، أما المتضررين فهم الدول النامية. القارة الأفريقية كما نعلم كلها على بعضها حوالي 2 او 3% نسبه الانبعاثات منها، لكن هي بتتحمل النسبه الاكبر. فالمعضله الحقيقيه في كل المؤتمرات المناخ هي من يمول، من يتحمل فاتوره، من يدفع فاتوره. لكن استاذ عماد، التمويل وقضيه التمويل هذا سياخذنا للحديث عن هذه النسبه. هل النسبه من الممكن ان تتفاوت من دوله عن غيرها من الدول الناميه او الدول التي تعاني من الاخطار الجسيمه من قضيه التغير المناخي؟ هذه هي المعضله الاساسيه الموجوده في النهارده. في يعني طبعا مصر نجحت او الرئاسه المصريه نجحت ان تدرك جدول الاعمال بند الخسائر والاضرار، لها تطور مهم جدا. لكن ما زالت المعضله، كما نعلم النهارده تم تمديد المؤتمر يوما اضافيا حتى غدا، كان مفترض ان ينتهي اليوم لكنه سيستمر الى غدا. وتم التوافق على فكره انشاء صندوق للتعويضات، لكن الخلاف حتى هذه اللحظه حول من يدفع وباي نسبه. هذه النقطه، الدول الاوروبيه والولايات المتحده والصين وهي الدول الاكبر والهند لا تريد ان تلتزم التزامات عميقه وقويه وبمبالغ صحيحه. كما نعلم هناك بند يقول من سنه 2015 ان المفروض الدول الكبرى تدفع 100 مليار دولار كل سنه للدول الناميه او المتضرره. هذا البند لم يتم تطبيقه بطريقه كامله، 100 مليار منذ سنه 2015، وهناك تبريرات وحاجات كثيره جدا تتعلم بها الدول الغربيه ولا تفتح هذا الامر. مصر كما فهمنا اليوم من السيد سيد وزير الخارجيه ورئيس المؤتمر يقول ان هناك اختراق مهم لحد ما، وهناك امكانيه ان تخرج نتائج جيده جدا من هذا المؤتمر. لكننا لم نصل الى نقطه الاتفاق الكامل الذي نستطيع وقتها نقول ان هناك اختراق قد تم في هذا المؤتمر. أستاذ عماد، نقف عند الرسائل التي حملتها كلمة وزير الخارجية سامح شكري رئيس قمة المناخ. نعم، القمة كلمة السيد سامح شكري اليوم كانت فيها جزء مبشر جدا، وهو أن هناك تقدم في بعض البنود مثل صندوق الأضرار، وهذا التطور مهم للغاية، ونقاشات جادة. وكذلك أيضا تحدثت مندوبة باكستان وزيرة باكستانية لأنها ممثلة عن مجموعة 77 والصين، ووزيرة من زامبيا المتحدثة باسم المجموعة الأفريقية. جميعهم تحدثوا عن إيجابيات حدثت في المؤتمر، لكن أيضا هناك معضلات ما زالت موجودة وتحديات لم تنجز حتى الآن، وتتعلق مرة أخرى بمن يدفع كم وبأي طريقة ولمن. نأمل أن غدا في التوصيات الأخيرة أن تكون يعني مبشرة وتقود إلى انفراج، لأنه عدم الاتفاق سيعني أننا نتجه بسرعة إلى مستقبل مظلم للكوكب بأكمله وليس لهذه الدولة.
أستاذ عماد، وزير الخارجية أكد أيضا السعي للوصول إلى نتائج طموحة بالشأن المناخ وتحقيق تقدم واسع بالأجندة المناخية، أليس ذلك طلبا مشروعا في ظل الخسائر والأضرار التي يتعرض لها العالم جراء التغيرات المناخية؟ الطلب مشروع للغاية، وإذا جلست مع أي مندوب دولة أوروبية أو الصين أو الولايات المتحدة وهي الدول الأكثر تلوثا سيقول لك نعم هذا طلب مشروع، لكن حينما تقول له طيب وكيف نعوض الدول النامية أو المتضررين من هذا التلوث الذي حدث والاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية ومن الذي سيلتزم وكيف تتوقفون ولماذا تبدأون مرة أخرى استعمال الفحم والوقود الأحفوري، تسمعي عشرات ومئات التبريرات. وبالتالي القضية ليست أن هذا الطلب مشروع أم لا، القضية تتعلق بمن يدفع وكيف، وهناك محاولة من الدول الكبرى لتحميل جزء كبير من هذه الفاتورة للبنوك التمويل العالمية أو أن تقدم هذه الأموال باعتبارها قروضا وليس منحا ومساعدة. وهذا سيأخذنا الحديث أنه يجب على الجميع تحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عنهم لقضية التغير المناخي، لكن السؤال هنا هل الكل متفق على تحمل هذه المسؤولية أم لا؟ للأسف ليس هناك اتفاق في هذه النقطة، كل طرف يقول تبريرات وحجج واهية. هناك دول مهددة بأضرار وجودية زي المالديف على سبيل المثال، في بعض المدن إذا استمرت الانبعاثات الكربونية كما هي وإذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع فإن سطح يعني المحيطات أو الجبال الجليدية تزول، مستوى سطح البحر يرتفع، تغرق بعض المدن. وحينما تقولين ذلك هذه الدول من الذي تسبب في ذلك؟ الدول الصناعية الكبرى التي الصين وحدها 28%، الولايات المتحدة 12.5%، الهند 7%، هؤلاء هم الملوثين الثلاثة الكبار، وثم الاتحاد الأوروبي بعدهم وروسيا. وبالتالي لا يريدون، رغم أنهم هم الذين استفادوا من التحرك الصناعي، هم الأكثر بعثا للانبعاثات، لكنهم لا يريدون الالتزام بما عليهم من التزامات مالية تجاه الدول المتحدة. عند الحديث عن الانبعاثات الكربونية الضارة، البعض تحدث اليوم عن ضرورة اعتماد تدابير حاسمة من أجل إزالة الكربون. ملامح هذه التدابير الحاسمة من وجهة نظرك حتى نستطيع تخطي أزمة انبعاث الكربون الضار؟ طبعا هناك توافق دولي أنه ضرورة التوقف عن استعمال الوقود الأحفوري، الفحم على سبيل المثال. كانت هناك خطة ل التخلص التدريجي، لكن الحرب الروسيه الاوكرانيه وازمه الطاقه الناتجه عنها جعلت العالم يعود مره اخرى، بل بعض الدول الصناعيه الكبرى مثل المانيا بدات تستعمل الفحم مره اخرى. التقدم المبالغ فيه بمعنى التقدم المعتمد على وقود احفوري وعلى تلوث بيئه، لا احد يملك للاسف الشديد ان يمنع دوله كبرى تتوقف عن ذلك، لانه الولايات المتحده الامم المتحده لا تملك جيشا وقرارات حازمه لكي تمنع دوله من استعمال درجه معينه او نوع معين من التقدم الملوث للبيئه. حتى نعود عن هذا الامر نحتاج الى الوقود للطاقه النظيفه، الطاقه النظيفه مكلفه، تكلفتها اعلى من الطاقه التقليديه، وبالتالي سيخسر الكبار ارباحهم، وبالتالي يعني شفنا ان واحد زي الكويت السابق ترامب انسحب من اتفاقيه المناخ او اتفاقيه باريس ثم عاد اليها بايدن. هذا مهم جدا ان يدرك الجميع ان هناك كارثه تهدد الكوكب الاكمل، ثم نبدا في استعمال الطاقه النظيفه حتى لو كان السبب هو تقليل وسيله التقدم، لكن على الاقل سنضمن اننا الكوكب سيعيش بطريقه امنه. وعلى ذكر الطاقه النظيفه، نحن نعلم أن القارة الإفريقية تعاني الكثير من التغيرات المناخية، إلى أي مدى من الممكن أن نساعد القارة الإفريقية في الفترة القادمة على تنفيذ خطة إنشاء محطات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وماذا تحتاج أيضا القارة الإفريقية حتى تستطيع أن تنفذ هذه الخطة؟ يا فندم المشكلة عميقة للأسف الشديد، القارة الإفريقية فيها بعض المناطق لا توجد فيها كهرباء مولدة بالطريقة غير النظيفة، بمعنى ان هناك مدن كثيره في افريقيا لم تدخلها الكهرباء بعد، كهرباء المعتمد على المازوت والفحم. فبالتالي حينما نتحدث عن طاقه نظيفه في افريقيا هذا طموح عظيم، لكن علينا ان نسال السؤال المنطقي، من الذي سيتحمل تكلفه انشاء هذه المحطات ومن اين؟ هذا هو السؤال الجوهري في كل البلدان. وبالتالي
لو عايزين نعمل ده لازم الدول الغنية، الدول التي تسببت في الانبعاثات، تكون جاد مع نفسها وتلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس 2015 وفي قمة كوبنهاجن الخاصة بالنسبة ليار. لو أن هذه الدول سددت ما عليها ستبدأ الدول النامية فيها التخلص من الانبعاثات. وفي تقرير كنت قد قابلت السفير سامح شكري وزير الخارجية قبل أيام في المؤتمر، وقال لي أن الخسائر لم تعد بالمليارات، هي بالتريليونات، وبالتالي ما لم يتحرك العالم خصوصا الدول الكبرى. وصلت الفكرة أستاذ عماد الدين أديب عماد الدين حسين عفوا رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا لك.